احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بسبت النور بالحد الأدنى من التقاليد المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وأغلقت كنيسة القيامة بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية بالمدينة التي كان يتوافد إليها الآلاف خلال هذه المناسبة. واقتصرت المشاركة في القداس الذي أقيم في كنيسة القيامة على عدد محدود من رجال الدين دون مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين المسيحيين، وذلك لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس. وأشار رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى إلى أن النور سيخرج من القبر المقدس إلى مختلف أنحاء العالم، وسيجري توزيعه على جميع المناطق الفلسطينية ودول العالم، قائلاً إن كل أسرة ستتجمع لوحدها وسيتم عرض القداديس عبر البث المباشر.